في اللقطة الماضية بالتدخل الماضي هنا الكرة لا 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 يستحق البطاقة الحمراء إنزو زيدان في الكرة الماضية الرجل الذي ولد في بوردو في فرنسا. شوية معلومات حتى ما بدنا نقولها عن إنزو زيدان، لكن زيدان عندما كان صغيرا حقيقة في السادسة والسابعة من عمره كان في مدارس اليوفنتوس، ثم تحول بعد ذلك إلى أن يكون حاضر مع نادي سان خوزيه ومنه إلى ريال مدريد. هنا هذا الرجل إنزو الذي سمي